لو الحكاية فيها إن فيديو. احكي لي بقى إيه اللي حصل معاك. سمعنا ضرب النار حوالي الساعة 2 بالليل، وبعدها لقينا ضرب كنابل وفقاعات ومطافي وحريقة، وفجأة كده لحد الساعة 6 الصبح الضرب شغال. بنتي صحيت من النوم فبعديها من الصالة، راحت الطلقة خارجة من باب البلكونة دخلت فيها. دخلت في رجلك ولحقتي روحت للمستشفى؟ عمي خدني واتصل بال